السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة الكوميديان الكبير سمير غانم عن عمر يناهز 84 عام. رحل منذ قليل الفنان الكوميديان الكبير سمير غانم عن عمر ناهز 84 عام داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حسبما أكد مصدر مقرب من أسرته لمصراوي. سمير غانم من مواليد 17 يناير 1937، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهير، وتوالت بعد ذلك أعماله الفنية الشهيرة. كان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دليل عبد العزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: أشكر كل من حاول التواصل وأرجو التماس العذر، للأسف أصيب بكورونا منذ أيام، أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهم. وكتب رامي رضوان أيضا منذ أيام فيسبوك على عبر فيسبوك لكل محبي النجمين الغاليين: لمن لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما، فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأضاف: اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. إلهي اذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. بقال الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.